السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة من أحداث وأصداء. نتناول فيها في الشطر الأول الشأن اليمني، ثم ننتقل إلى الشأن العراقي. في الشأن اليمني، ما زال الإعلان الدستوري الذي أعلنه الحوثي لتنظيم الحياة السياسية باليمن لسد الفراغ الدستوري يلقى رفضا يمني وإقليمي ودولي متصاعدا. أكثر من 12 حزبا سياسيا ومكونا ثوريا وهيئة شبابية وتجمعا قبليا، بالإضافة إلى سلطات رسمية لعدد من المحافظات، أعلنوا رفضهم للإعلان. بالمقابل، لم تتجاوز قائمة المؤيدين للخطوة التي قام بها الحوثيون الأحزاب المحسوبة عليهم، وهي حزب الأمة والحق إلى جانب 6 منظمات حقوقية وقانونية، وهذا بحسب وكالة الأنباء الرسمية اليمنية التي يسيطر عليها الحوثيون. في ظل هذا الفراغ الدستوري والتشرذم السياسي الخطير، يصر الحوثيون على التماس أو التمسك بإعلانهم الدستوري، واصفين إياه بالمتبني لأهداف الثورة. ويصر الرافضون على ضرورة انسحاب الحوثيين من صنعاء وعودة الرئيس المستقيل والعودة لمخرجات الحوار واتفاق السلم والشراكة. كما يدعو مجلس التعاون الخارجي والأوروبيون الجميع إلى العودة إلى المبادرة الخارجية لتجنب المزيد من الانهيار. لمناقشة هذه المحاور، معي على خدمة السكايب الدكتور محمد الفقيه، المحلل السياسي اليمني. أهلا وسهلا بك دكتور محمد. أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا. في ظل هذا التجاذب وهذا الرفض المتصاعد لهذا الإعلان الدستوري الحوثي، وفي ظل كذلك انسحاب يعني أهم القوى السياسية بما فيها الحراك الجنوبي، بما فيها التجمع من أجل الإصلاح اليمني، إلى أين تتجه الأمور في رأيك؟ والله أولا أستغل منبركم الكريم وأهني الشعب اليمني بالذكرى الرابعة لثورة 11 فبراير 2011. نعم. ونعزيهم على هذا الزحف للثورة المضادة التي تقودها المسيرة التفجيرية الإرهابية التي تأتمر بأوامر المخلوع علي صالح والأربعين حرامي. نقول لهم الثورة نجحت بإسقاط أكبر طاغية وأسوأ طاغية في تاريخ اليمن وعصابته، وسوف تستمر الثورة حتى إسقاط قادة الثورة المضادة التي تقودها هذه المجموعة التي تنفذ أجندة داخلية للمخلوع وأجندة أكبر خارجية هي لإيران. نعم. الرفض مستمر لما سمي من إعلان هو لا دستوري، لأنه صدر من لا يملك الحق بإصداره، ومن جهة غير قانونية أصلا ولا دستورية أيضا. نعم. الوطن كله يرفض، وسوف تستمر الثورة، وغدا هي الذكرى الرابعة، يوم 11 فبراير سوف يرون الشعب اليمني يخرج عن بكرة أبيه، وهو قد بدأ اليوم، بدأت موجات جديدة من الثورة اليمنية تنطلق في كل المدن اليمنية، رافضة لكل ألاعيبهم ولكل تخريبهم وتدميرهم واختطافهم للدولة اليمنية. نعم. لحد الآن دكتور محمد الفقيه، كما ربما أنت أجبت على السؤال قبل أن أطرحه، وهو قضية هذا الزخم الشعبي الذي لا نراه اليوم مثل ما رأيناه في عهد الثورة. نعم، هناك مظاهرات، هناك رفض سياسي، هناك عصيان مدني موجود في كثير من المدن، خاصة عواصم الجنوب إن صح التعبير، لكن لم يرقى إلى الحد أو إلى المستوى الذي بإمكانه أن يوجه رسالة قوية للحوثيين من أجل التراجع على هذا الإعلان والعودة إلى الحياة السياسية بما فيها من مؤسسة هشة. هو الواقع أنه الناس ما زالت تنتظر أو تعطي فرصة لهؤلاء لعلهم يعقلون. نعم. لعلهم يرشدون، لعلهم يعودون إلى الصواب ويتراجعوا ويعني يسلكون طريق الثورة التي تبنتهم وأخرجتهم من كهوف صعدة ومدت أيديها لهم
وكانوا منبوذين ولا يستطيعون الدخول إلى العاصمة صنعاء. نعم. ولكنهم الآن يعضون الأيادي التي مدت إلى أيديهم، ويعتقلون الشباب الذين 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 رحبوا بهم واستعطفوهم وتبنوهم وادخلوهم إلى ساحات التغيير. غدا سيكون الإعلان الحقيقي للثورة، للموجة الجديدة الثورية ل 11 فبراير إن شاء الله. نعم، هل تعتقد أن الذكرى الرابعة ستكون محطة فارقة في رفض هذا الإعلان الدستوري والعودة إلى المسار لاستكمال أهداف الثورة، رغم أن الحوثيين يقولون بأن هذا الإعلان جاء لسد الفراغ الدستوري ولاستكمال أهداف الثورة كذلك بعد فشل كل القائمين على المرحلة الانتقالية؟ نعم غدا هو الذكرى الرابعة، وسوف يرون الشعب كله يخرج والشعب كله ينتفض، والشعب الآن كله خارج أصلا، الشعب كله في كل المدن الآن رافض لإعلانهم، وما عدا قلة قليلة في إقليم آزال الذي يعني يرزح الآن تحت احتلال هذه المجموعة الإرهابية. العالم كله يرفض هذه. نعم. إلا هم يعني يركنون إلى إيران وإلى المغازلة الأمريكية لتصرفاتهم. نعم. وطبعا هذا لن يجديهم شيئا، لأن الشعب اليمني يرفضهم عن بكرة أبيهم، بما فيه الكثير من الأخوة في إقليم آزال الذين يتبعون المذهب الزيدي، أو الذين هم أيضا محسوبين على آل البيت أو الهاشميين، الذين يعني هذه المجموعة التي تسمي نفسها أنها من آل البيت، وأنهم يقودون الثورة، وأنهم أحق بالسلطة وأحق في حكم اليمن وحق، ولذلك لن يجدوا قبولا أبدا. نعم، لكنهم مفاوضات تسير بالليل وهي مفاوضات عديمة الجدوى حقيقة. نعم دكتور محمد، لكنهم يراهنون على الوقت ويقولون بأن الوقت كفيل بأن يحقق الكثير من القبول وأن يبني قاعدة يعني من القابلين للإعلان الدستوري، وهذا فقط مع مزيد من الوقت، لأن اليمنيين لم يفهموا بعد المغزى من هذا الإعلان الدستوري، وأن الحوثيين يعملون يعني على قدم وساق من أجل شرح أهدافه ومن أجل إقناع السياسيين والشعب وكل الفئات اليمنية بهذا المشروع. الحوثيون يكذبون ويعيشون على الكذب، ويكذبون حتى يصدقون أنفسهم أنهم صادقين وهم كاذبون. نعم. هم يكذبون، هم الكذب بحد ذاته. نعم. هم فاسدون، هم لن يصدقهم أحد، لأنهم لم يلتزموا بأي اتفاقية وقعوا عليها، لم ينفذوا أي اتفاقية تم التوقيع عليها أو التوافق عليها من كل المكونات. هم لم يحترموا يعني أي تعهدات. نعم. ولذلك لن يصدقهم أحد حتى. نعم. هذه المفاوضات التي تجري برعاية بريمر اليمن جمال بن عمر عليه من الله ما يستحق. نعم. حقيقة هي مفاوضات عديمة الجدوى، لأن الكل مؤمن بأن هؤلاء لن يلتزموا بأي اتفاق حتى لو توقعوا عليه. أبقى معي أستاذ دكتور محمد الفقيه. ينضم إلينا السيد دكتور فتحي العزب، رئيس دائرة الإعلام في الإصلاح، يعني التجمع اليمني للإصلاح من صنعاء. أهلا وسهلا بك دكتور فتحي. أهلا وسهلا، حياك الله. الله يبارك فيك، حياك الله. أستاذ دكتور فتحي، هل قام فعلا الحوثيون بالاتصال بكم من أجل إقناعكم، أو على الأقل من أجل تفاهمات معينة للذهاب وفق هذا الإعلان الدستوري، أم أنهم فقط يقولون بأننا نتصل ونشرح هذا الإعلان الدستوري لكن لم يتصلوا بكم؟ طبعا صوتك يتقطع يا أخ محمد. نعم، أعيد السؤال، ربما لم تسمع السؤال جيدا. نعم، الحوثيون يعني يزعمون أنهم يتصلون بكل الفاعلين السياسيين، بكل مكونات الشعب اليمني والطبقة السياسية، هل اتصلوا بكم بشأن الإعلان الدستوري؟ طبعا أولا شكرا لكم. الحوثيون اتصلوا فجأة
بقيادة الإصلاح الأمان العامة لتجمع الإصلاح يوم الخميس نعم الساعة 12، وأعطيناهم موعد قالوا أحبوا أن يزورونا فزارونا في تمام 12 والنصف، وبقيادة أو بحضور الأخ أمين العاصمة عبد القادر هلال، وأحبوا أن يضعوا يعني تصورهم وأن يتحدثوا معنا. نعم. طبعا قبلهم قدموا تصورا مكتوبا إلى أحزاب اللقاء المشترك، تصورهم والمؤتمر الشعبي العام، وكان تم مناقشته في الأمانة العامة، فكان لنا عليه الكثير من التحصلات. نعم. الإخوة الحوثيين عندما زارونا يوم الخميس المنصرم أرادوا أن يؤكدوا ويلحوا علينا في أن نعطيهم موافقة على تشكيل المجلس الرئاسي. أيوة. وأنه يمكن التفاهم بعض ذلك على التفاصيل. نعم. لكننا بنا الكثير من الملاحظات، وقلنا لهم أن رؤيتهم هذه خلت من أن تعتمد على المبادرة الخليجية وعلى مخرجات الحوار واتفاق السلم المشتركة. هم انتقوا في رؤيتهم بنودا عدة من مخرجات الحوار ومن اتفاق السلم المشتركة، وكانوا حريصين حقيقة بشكل كبير في لقائهم هذا أن نخرج أن يخرجوا منا بموافقة على تشكيل المجلس الرئاسي، حتى لا يضطروا اللجان الثورية لهم أنها تصير في خطوات يعني ثورية. نعم. التي رأيناها بعد ذلك يوم الجمعة. نعم دكتور فتحي. التجمع اليوم إصلاح نحن رؤيتنا تنبع. أيوة. من رؤية اللقاء المشترك. نعم. ولم يخرج منا ب هو كان الاتفاق كان في اتفاق مبدئي على الموضوع المجلس الرئاسي، لكن اللقاء المشترك كان بيضع أرضية مهيئة لنجاح المجلس الرئاسي، وهذا ما كان الحوثيون يهربون من هذا هذه التهيئة، وذلك من خلال هل نفهم من هذا الدكتور فتحي العزم صنعاء نعم وعدم الهيمنة على القرار السياسي وأن تكون العاصمة أرضية وطنية من أجل تحقيق هذا المجلس وإنجاح هذا المجلس؟ نعم، هل نفهم من هذا الدكتور فتحي العزب أنكم لا تعارضون مبدئيا الإعلان الدستوري وبنوده، خاصة ما تعلق بالمجلس الرئاسي لا. وربما المجلس لا. الشعبي الانتقالي، لكن تعارضون فقط البنود وبعض التحفظات؟ عفوا أخ محمد. نعم. الإصلاح أصدر بيان واضحا رفض فيه هذا الإعلان الإعلان الذي يسموه ظلما أنه دستوريا وهو لا يملك أي جزئية من جزئيات الدستورية. نعم. الإصلاح يرفض هذا رفضا كامل. كان الاتفاق مع ابن عمر يوم الأربعاء على أساس أنه يصير الاتفاقية الجديدة بين الأحزاب ويعرضها على جميع المكونات يوم السبت، لكن الحوثيون استبقوا الفعل بحقهم ما سمته الولايات المتحدة الأمريكية المؤتمر الصحفي الذي عقدوه في القصر الجمهوري، وأعلنوا فيه ما أعلنوه من إجراءات. نعم. حلوا فيه البرلمان واتخذوا خطوات عديدة حسب زعمهم. وتلاحظوا أن هذا الاتفاق هو تم رفضه من كل المكونات المجتمعية والسياسية داخل اليمن وكذلك. نعم. الإقليم والأمم المتحدة. نعم. هل كان لكم يرفض رفضا قطعا ما قام به الحوثيون؟ الدكتور فتحي، هل كان لكم لقاءات مع باقي المكونات السياسية اليمنية من أجل تباحثي في طريقة لمواجهة هذا الإعلان الدستوري وتقديم بديل للخروج من هذه المرحلة، مرحلة الفراغ الدستوري؟ نحن هناك المكون اللقاء المشترك. نعم. وهو دائما انعقاد، وكثير ما يجلسون ويضعون ويبللون الرؤى ويدخلون برؤى موحدة إلى بشكل كبير، أما مع المؤتمر لا يوجد هناك أي حوارات ولا لقاءات ولا تشاورات، لأن المؤتمر حوارات وتشاورات هي غالبا ما تكون مع الحوثيين، وبالتالي يعني أي قوة وطنية جادة في أنها تخرج البلاد من أزمتها ومزنقها الإصلاح يده ممدودة وفق أرضية وطنية صحيحة. نعم. غدا هي الذكرى الرابعة للثورة اليمنية 11 فبراير، ماذا تنوون
كيف تنوون استثمار هذه الذكرى؟ طبعا غدا هي الذكرى سنة الرابعة للثورة اليمنية ثورة فبراير، وبالتالي فإن التجمع اليمني الإصلاح سيشارك جموع الشعب وجميع المكونات الثورية فعاليتهم الثورية للتأكيد على ثورة فبراير وأهداف ثورة فبراير، وأن هذه ثورة مستمرة وأنهم يرفضون أي التفاف على أهداف هذه الثورة، ويؤكدون على ضهم للانقلاب الذي مارسته جماعة الحوثي يوم الجمعة، وكذلك مظاهر التسلح واستيلاء المؤسسات الرسمية وكذلك مؤسسات الدولة الرئاسية والحكومية، ورفضهم لاستمرار تمدد الحوثي على الأراضي اليمنية. هذه الثورة المباركة سيشهد إن شاء العالم حشودها الكبيرة التي تعبر عن رفضهم لإجراءات الحوثية. شكرا جزيلا دكتور فتحي العزب، رئيس دائرة الإعلام في الإصلاح، يعني التجمع اليمني للإصلاح، كنت معنا من صنعاء. أعود إلى ضيفي الدكتور محمد الفقيه، يعني يبدو أن الموقف متجانس، لكن المشكلة وربما الإشكال المطروح الآن كيفية بلورة كل هذه المواقف الرافضة للإعلان الدستوري في موقف موحد من طرف المكونات السياسية اليمنية، والخروج وغدا الذكرى الرابعة، وهو أمر ربما سيكون له صدى عند يعني لأي من يتخذ مثل هذه الخطوات لتوحيد الموقف، والخروج بمبادرة أقوى وأكثر شعبية من مبادرة الحوثيين. وحقيقة ذكرى فبراير 11 فبراير بكرة ستكون هي الفاصلة، ومن سيتخلف عن المشاركة بذكرى فبراير سيكون هو الخائن للثورة، وسوف يعني يقابل رفض الشعبي، وسيكون الشعب كله ضده، وعلى حد الآن الشعب كله في كفة، والحوثيين وهم قلة قليلة يعني لا يصل تعدادهم أو يعني قوامهم إلى 2% من سكان اليمن الذين يصلون إلى قريب من 30 مليون. هذه الفئة الضالة المضلة التي تحاول الآن يعني السيطرة على كل شيء بقوة السلاح وليس بشيء غير آخر. هل تعتقد دكتور محمد، هل تعتقد أنه من المحتمل أن تقع بعض الصدامات بين مؤيدين للحوثي غدا باعتبارهم يتبنون كذلك، أو على الأقل في خطابهم السياسي وفي الإعلام الدستوري أنهم يتبنون أهداف الثورة، مع القوى الأخرى اليمنية؟ هل تعتقد أنه سيكون في صدام من هذا يعني؟ أكيد الصدام موجود أوريدي، يعني الصدام قد بدأ من قبل، لأنهم هم يستخدمون نفس وسائل القمع التي استخدمها المخلوع علي صالح في 2011 حتى سقوطه، هو نفس الأساليب ونفس الأشخاص ونفس الوجوه يستخدمهم، ونفس الأوراق يستخدمها التي كان يستخدمها علي صالح المخلوع هم يستخدمونها الآن. وطبعا هم تحالفهم تحالف كبير، وتحالف تحالف المخرب وقاطع الطريق، المجرم والقاتل، تحالف غريب عجيب لتدمير اليمن. ونتمنى ألا يحصل مثل ذلك، وأن يعقلوا وأن يسلكوا طريق الثورة، وأن يلتفوا حول الجميع من أجل الجميع ومن أجل اليمن. نعم، هل تعتقد أنه في بناء على هذا الرفض الأوروبي، الرفض الإقليمي، الرفض الداخلي كذلك اليمني، أن موقفا أكثر صلابة وأكثر ربما راديكالية سيتضح في الأفق وسيظهر قريبا، من أجل إعادة الرئيس ربما التفكير حتى في تدخل مجلس الأمن، أولا في زيادة العقوبات على علي صالح وعلى القيادات الحوثية، وكذلك تقديم دعم ما بالتعاون مع الدول الخارجية لإعادة المؤسسات الدستورية لليمن؟ الحقيقة مجلس الأمن إلى حد الآن لم نلمس أي شيء يعني على الواقع من القرارات التي صدرت ضد المخلوع والحوثي أيضا، حقيقة يعني هي مهزلة لحد الآن يعني، لكن نأمل
أن 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 يعني يحمي مجلس الأمن قراراته، وأيضا كل إخواننا في الإقليم نرجو ألا يتبنوا خطوات تضر الشعب اليمني، إنما تضر الجماعة الضالة المضلة، وكذلك المخلوع الذي هو يعني هو أبو المصائب كلها في اليمن، وهو لن تسلم من مصائبه حتى المنطقة والدول الإقليم، لأن هذا الرجل حقيقة هو يعني معجون على الإرهاب وصنع المصائب للآخرين. لكن حزب المؤتمر الشعبي التابع لعلي عبد الله صالح يرفض هو كذلك هذه المبادرة، يعني مبادرة الإعلان الدستوري الحوثية. الرفض السوري حقيقة لم يكن رفض كما قال أحدهم يعني معلقا على هذا الرفض المؤتمري، لأن المؤتمر الحقيقة الآن الموجود والذي يتبع هو جناح من المؤتمر الذي أصبح تابع كما قلت أنت بكلامك، أنه تابع لعلي صالح، أصبح ملكا لعلي صالح وليس حزبا سياسيا يعني صاحب إرادة، إنما هم يتبعون مجموعة من يتبعون علي صالح كما قال أحدهم معلقا على 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 على, على إعلانهم وعلى رفضهم، قال كمن صام وفطر ببطاطس نعمان، بطاطس نعمان لا هي أشبعته ولا هو جلس صائم، يعني عملية ضحك على الدقون رفضهم. واليوم هم يعني يستخدمون الحرس الجمهوري بالهجوم على مدينة البيضاء ويسلمونها للحوثي. الرئيس المخلوع ما زال يلعب بالنار حقيقة، يلعب بالنار وما زال ينتقم ويستمر في تدمير اليمن، وعلى كل القوى في الداخل والخارج وخاصة مجلس الأمن ودول الخليج أن يصحوا وأن يعملوا شيء لإيقاف هذا التدمير الممنهج الذي. لكن لماذا أستاذ محمد، لماذا رفض الوساطة الأممية التي يقودها السيد جمال بن عمر؟ هل لأنه جمال بن عمر أو لسلوكات معينة من هذا الرجل، أو ترفض يعني أحزاب اللقاء المشترك والرافضين للمبادرة للإعلان الدستوري يرفضون أصلا التدخل الأممي في هذا الشأن لأنه لن يخدم أهداف الثورة اليمنية؟ التدخل الأممي اوريدي موجود بالفعل من 2011 قد موجود اوريدي، وجمال بن عمر كان مرحبا به من كل القوى ومن كل الشعب اليمني وتفاءلنا فيه خير، وكان الناس يقولون هذا اخونا العربي وهذا يعني والقومية العربية وهذه الشعارات كلها، ولكن مع الأسف سلوكياته ويعني تواطؤه مع هذه القوى المتآمرة على اليمن يعني جعلت الناس يشكون في تصرفاته. نعم، أبقى معي الدكتور محمد الفقيه. لم يصدر منه بيان واضح يشجب ويستنكر هذا البيان الدستوري ولا قانوني الذي صدر من هذه الجماعة. أبقى معي الدكتور محمد فقيه، انضم إلينا من صنعاء الكاتب الصحفي علي الفقيه. أهلا وسهلا بك السيد علي فقيه. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا سيد علي الفقيه. غدا سيحتفل الشعب اليمني ويحتفل اليمن سياسيون والشعب ومؤسسات وما تبقى من مؤسسات اليمن، تحتفلون بالذكرى الرابعة لاندلاع الثورة التي أسقطت نظام علي عبد الله صالح. الآن اليمن يعيش فراغا دستوريا، ماذا ترجون وماذا تقدمون أنتم كذلك وأنت كصحفي ملاحظ للساحة السياسية، ماذا بإمكان أن يحدث غدا من جديد في ظل هذه الظروف وهذه المستجدات؟ غدا سيحيي شباب الثورة هذه الذكرى العظيمة التي أسست للتغيير والتي أحيت في نفوس الناس معاني التوق إلى مستقبل جميل وإلى الحرية وإلى التغيير الآمن وإلى مستقبل مزدهر لوطني ينعم فيه الجميع بالأمان والحرية. نعم، هي ذكرى عظيمة بالفعل، وهذه الثورة التي ضحى فيها الشباب وقدموا فيها الغالي والنفيس من أجل الحلم الذي حلق في سماء اليمن لفترة طويلة كانوا يرنون فيه إلى مستقبل
شاعت الأقدار وتجمعت العوائق والصعاب والأطراف الإقليمية والدولية لتحول دون تحقق هذا الحلم الذي لا يزال مشرعا والذي لا يزال الشباب يطمعون إليه ومختلف القوى التي شاركت في الثورة وشاركت في صنع هذا التغيير تعمل من أجل تحقيق هذه الأحلام حتى لو طال مداها. هل تلاحظون بعض التحضيرات للاحتفالات غدا أو تعرفون على الأقل ماذا سيكون أو بماذا سيحتفل غدا في هذه الذكرى؟ هل عندك فكرة على هذا؟ الشباب يجهزون للاحتفال غدا بالذكرى التي انطلقت من أجل التغيير، وبالتالي نعم. هذا المبدأ الذي لا يزال قائما هم يعملون على إحيائه بالنفوس، هم يؤكدون للشعب اليمني أن حلم ثورة فبراير لم ينطفئ، أن هذا الوهج الذي أشعروه في 11 فبراير 2011 لا يزال قائما، وأن كافة الجهود لا تزال مطلوبة للعمل لتتكاتف كل القوى لتتكاتف كل الجهود الخيرة من أجل إحياء هذه المعاني ومن أجل صياغة هذا المستقبل الآمن والمستقر، وتكاتف الجهود لصناعة مستقبل جميل لجميع أبناء اليمن بعيدا عن المشاريع العنصرية والطائفية والجهوية والسلالية، بعيدا عن فتح الباب للاحتراب والاقتتال بين الأطراف اليمنية، بعيدا نعم. بعيدا عن الإيغال في الخصومات وفي العداوات التي تأتي على حساب الوطن وعلى حساب المواطن. هل تتوقع أستاذ علي الفقيه تتوقع خروج يعني كبير للشعب اليمني غدا في ذكرى الثورة؟ هل تتوقع أنهم سيؤكدون على أن الثورة لم تحقق أهدافها وأنهم سيجددون العهد مع هذه الثورة ويخرجون في مسيرات كبيرة تعطي رسالة قوية للحوثيين لسحب هذا الإعلان الدستوري مثلا؟ أعتقد من خلال متابعة التجهيزات والدعوات التي يطلقها شباب الثورة على مواقع التواصل الاجتماعي ومن خلال اللقاءات التي عقدت خلال الأيام الماضية أن جماهير عريضة ستخرج للاحتفال بهذا اليوم، لأنه ذكرى ثورة 11 فبراير لا تزال حية في نفوس كل اليمنيين الشرفاء الذين شاركوا في إشعال هذه الثورة، ويؤكدون على أن أهدافها لا تزال قائمة، ويؤكدون على أن الجهود لا تزال مبذولة لتحقيق تلك الأهداف التي حالت قوى وظروف معينة دون تحقيقها، وبالتالي اليمنيون يكنون لهذه الذكرى لا يزال لها عبق في نفوس جميع اليمنيين. أعتقد أن اليمنيين جميعهم سيتداعون إلى هذه الفعاليات في مختلف محافظات الجمهورية. نعم. سيحضر هذه الفعاليات قادة سياسيون ونشطاء شبابيون من الذين كان لهم دور بارز وإسهام فعال في إطلاق ثورة 11 فبراير. هذه الذكرى هي مناسبة أعتقد يستغلها شباب الثورة ليوجهوا رسالة للحوثيين ولغيرهم من كل القوى التي تحول دون التغيير، ولكل أصحاب المشاريع الصغيرة، مشاريع التجزئة، مشاريع التقسيم، مشاريع الاحتراب، مشاريع الاقتصاد الطائفي، نعم. ليقولوا لهم بأن شباب الثورة وبأن شباب 11 فبراير لا يزال علي الفقيه على صناعة وطن جميل وآمن، بأنهم ضد كل هذه المشاريع. نعم السيد علي الفقيه هناك يعني ضغط موجود يمارسه الحوثيون على يعني كل وسائل تقريب الإعلام وخاصة الرسمية منها، نعلم مثلا جريدة الجمهورية، جريدة الثورة، كلها صارت تسير في ركب وفي يعني محيط الحوثيين وتحت إمرتهم، لكن هناك الأغلبية ما زالت مستقلة وتتمتع بهذه الحرية. إلى أي مدى يعني تأثر الإعلام اليمني بوجود الحوثيين في العاصمة؟ الإعلام الحكومي يا سيدي صار مختطفا تقريبا بنسبة 90%. نعم. إذا تحدثنا عن الفضائية الرسمية، تحدثنا عن الصحف الحكومية الكبيرة، تحدثنا عن الإذاعات الحكومية، كلها مختطفة بيد الجماعة المسلحة وتسيطر عليها وتديرها بشكل كامل، باستثناء الإذاعات المحلية البسيطة التي تتواجد في المحافظات التي لا تزال خارج سيطرة الحوثيين، أو صحيفة 14 أكتوبر الصادرة من عدن، هذه الصحف فقط التي لا تزال خارج سيطرة الحوثيين. أما بقية الإعلام الحكومي بكل تفاصيله فقد صادرته الجماعة المسلحة وسيطرت عليه، اختطفته كلية. الإعلام الأهلي والإعلام المستقل يعمل في ظروف غاية في الصعوبة ويواجه تحديات ومخاطر كبيرة. يعني شكراً. قبل أقل من أسبوع داهمت ميليشيات الحوثي صحيفة أهلية يومية من أهم الصحف اليمنية، هي صحيفة أخبار اليوم
وسيطروا عليها ولا يزالون يحتلون مقرها وطردوا العاملين فيها، وبالتالي عطلوا واحدة من الصحف وكل الصحف الأهلية العاملة في هذا البلد تنتظر مصير مشابه لمصير صحيفة أخبار اليوم التي أصبحت محتلة ومختطفة. أنا أوجه رسالة إلى كل الإعلاميين في العالم أن يتضامنوا مع الإعلاميين اليمنيين وأن يساندوهم في هذه الظروف العصيبة، لأنه الجماعة المسلحة لا تؤمن بحرية التعبير ولا تؤمن. شكرا جزيلا الوقت يداهمنا. السيد علي الفقيه أشكرك، كنت معنا الكاتب والصحفي كنت معنا من صنعاء. أعود إلى ضيفي الدكتور محمد الفقيه. الإعلام لا شك أنه يلعب دور كبير في توعية الشعب، في إيضاح يعني المسارات السياسية المتوفرة المفروضة والمقترحة في المشهد السياسي اليمني. إلى أي مدى يعني صار الإعلام سلبي يمشي في اتجاه واحد كما كان يمشي قبل الثورة في اتجاه علي عبد الله صالح؟ الإعلام كما قال الأخ الزميل من صنعاء أنه فعلا الإعلام الرسمي كله الآن محتل من قبل الجماعة المسلحة، يعني القنوات الفضائية، الصحف الرسمية، وكالة سبا للأنباء كلها محتلة الآن، فلا يوجد الآن إعلام رسمي، حتى وزارة الإعلام محتلة. يعني الحقيقة الوضع مزري. نعم. والحديث عن مفاوضات مع هذه المجموعة مزري جدا. الآن يستصلون إلى أخبار تباعا من بعض المحافظات بأن المسيرات ستنطلق غدا من كل مكان، مسيرات بمناسبة الذكرى الرابعة للثورة العظيمة، ثورة 11 فبراير. ولذلك يعني لم يبقى إلا بعض الإعلاميين الأحرار الذين يشتغلون يعني يعني بظروف خاصة أو بعيدين عن ولكن أيضا الإعلاميين يعني محمد عندما تقول ينطلقون من جميع المحافظات بما في ذلك المحافظات التي تقع الآن تحت سيطرة الحوثيين من صنعاء. العاصمة صنعاء هي القلب وستظل ترفض وتقاوم، وهي أكبر مدينة يمنية تقاوم ولن تستسلم أبدا حتى مهما كانت التضحيات ومهما كانت الظروف السلبية التي تواجه الناس. نعم. أبقى معي الدكتور محمد الفقيه. انضم إلينا السيد زيد السلامي، كاتب وصحفي من صنعاء من اليمن. أهلا وسهلا بك السيد زيد سلامي. كيف تتم التحضيرات للاحتفال غدا، وأن أقصد الاحتفال ليس المهرجانات وإنما خروج الشعب للشوارع بموقف سياسي موحد مع الإعلان الدستوري أو ضد الإعلان الدستوري، والأرجح أنه سيكون ضد الإعلان الدستوري؟ بالتأكيد، يعني كل القوى السياسية والمجتمعية والثورية ضد هذا الإعلان الدستوري. أولا هذا ما حصل هو بيان سياسي وليس إعلان دستوري، بيان سياسي أعلن من طرف واحد من قبل قوة من قبل جماعة مسلحة فرضت أمرا واقعا، اختطفت الرئيس ووضعته تحت الإقامة الجبرية، اختطفت الحكومة ووضعتها تحت الإقامة الجبرية. هذا البيان السياسي لا يمثل إلا من أعلنه. نعم. وهناك رفض شعبي وسياسي ومجتمعي لهذا الإعلان، لهذا البيان السياسي. نعم، هناك عنصر هام في هذه المعادلة، في معادلة ما يحدث في اليمن، وهو الجيش. كيف يعني ما هو موقف الجيش الآن؟ هل هو تابع للحوثيين تحت أمر الحوثيين، أم أن الجيش ما زال يعتبر وما زال يعتمد عليه ربما في لعب دور ما في حل الأزمة؟ لم يعد هناك في اليمن جيش بالمفهوم الحقيقي، هناك مجموعات مسلحة وبعض الوحدات العسكرية تتبع بعض الشخصيات. الجيش اليمني مفكك منقسم، ليس له رأس واحد وإنما له عدة رؤوس، وبالتالي أنا أعتقد أن الشعب اليمني لم يعول على الجيش، وإنما الآن الشعب والمجتمع يعولون على الانتفاضة الشعبية، على المسيرات والرفض السياسي، وأيضا على الإقليم. نعم. ماذا تقصد بالإقليم؟ يعني المبادرة الخارجية من دول الخليج مثلا باعتبار أن الحوثيين صاروا يشكلون خطرا على حدودهم؟ بالتأكيد. نعم، أنا عندما أقصد بالإقليم أقصد المجلس التعاون الخليجي وعلى رأسه المملكة العربية السعودية. نعم. بأن يتحركوا بشتى الطرق بالضغط على جماعة الحوثي وبالضغط على علي عبد الله صالح الذي هو
حليف استراتيجي لجماعه الحوثي. اذا ضغطت هذه الدول على على هؤلاء بالتاكيد سيفرمل الحوثي وسيتراجع قليلا الى الخلف، ما لم فان الحوثي سيتقدم وهناك ستحصل مواجهات من قبل للحوثي، مواجهه من قبل القبائل في مأرب. ايضا الوضع في الجنوب ربما سيتخذ خطوات اخرى باتجاه استعاده دوله الجنوب الذي توحدت مع الشمال عام 1990. اعتقد انه ايضا تهديد الحرب الطائفيه وانفصال محافظه اقليم سبا المتمثل بمأرب والبيضاء والجوف، واقليم الجند المتمثل بتعز وإب. اعتقد انه اليمن اذا لم تكن هناك مبادره اقليميه جديده تلجم الحوثي عن اقدامه على هذه الخطوات وابتياحه حول المدن، سيتفتت اليمن وسيتشبع الى مجموعه دويلات، وربما على اساس مناطقي وربما على اساس طائفي، وهذا هو الخطر الذي يهدد اليمن. اليمن الان اصبحت على شفا جرد نهار. السيد زيد السلامي، في هذا السياق، سياق الدور المتوقع والمنتظر من دول الإقليم، يعني هل فيه اتصالات بين مثلا أحزاب اللقاء المشترك والمكونات السياسية الأخرى المعارضة للإعلان الدستوري الحوثي مع مجلس التعاون الخليجي أو مع الدول الخليجية على حدة؟ هل فيه اتصالات لشرح الموقف ولطلب المساعدة؟ هناك في جهود تبذل وهناك في قنوات اتصال من قبل الكثير من القوى، لكنها الى الان لم تتبلور بشكل مبادره او بشكل واضح، لكن اكيد في جهود. وكان بيان مجلس التعاون الخليجي الذي صدر بعد البيان السياسي الذي المسمى بالاعلان الدستوري كان بيان قوي ادان هذا الفعل وطلب بعوده الشرعيه وهدد باجراءات، ربما هذه الاجراءات ستكون اقتصاديه، ربما سيكون ضغط باتجاه اخر. اعتقد انه هذه كل الخيارات مفتوحه، يعني الحوثي لابد ان تتخذ ضده اجراءات، يعني بحصار اقتصادي لابد ان يتخذ ضده اجراء حصار سياسي، حصار دبلوماسي. عدم الاعتراف الدولي والاعتراف الاقليمي بهذا الانقلاب ربما سيجعل الحوثي يعيد حساباته، وربما سيوقفه عن حد الذي يدفع المجتمع اليمني الى 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 حرب شريره، الى الحرب الطائفيه. يعني هو يدفع اليمن. شكرا جزيلا السيد زيد السلامي، الوقت يداهمنا، اشكرك جزيل الشكر، كنت معنا من اليمن الكاتب الصحفي زيد السلامي. اعود اليك في سؤال اخير ومختصر دكتور محمد الفقيه، يعني هناك رفض حقيقة للمشروع اليمني للمشروع الحوثي، ولكن لابد أن يتبلور في موقف سياسي تنجر عليه إجراءات على أرض الواقع لوقف هذا التدهور الدستوري وكذلك لوقف هذا التدخل الحوثي في شؤون كل اليمن. هل تعتقد أن هذا سيكون قريبا؟ بالطبع هو سيكون قريب وهو واقع الآن على أرض الواقع، بأن الكل يرفض هذا المشروع أو هذه التصرفات الرعنة. لكن يبدو أنه غدا ستكون كما قلنا اليوم الفاصل في 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 تاريخ اليمن. نرجو ألا تنزلق اليمن إلى حرب أهلية، وألا يستمر هؤلاء رعاة الأغنام أو الهامجية بتصرفاتهم، وألا وأن يعني يستجيبوا لنداء الصواب ونداء الحق، وان ينسحبوا من العاصمه ويعودوا الى 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 مناطقهم ويعيدوا الاسلحه التي سرقوها، اسلحه الدوله، ويبداوا بتكوين حزب سياسي يكون يعني مثله مثل غيره، وليتنافسوا مع الاخرين في الساحه مفتوحه. أما الحالة التي يمضون بها ويصرون أو يستكبرون أو يغترون بالبندقية فإنها ستجرهم وستجر اليمن إلى الهاوية. شكرا جزيلا الدكتور محمد الفقيه، كنت معنا من ليفربول عن طريق
عن طريق السكايب، كنت معنا من ليفربول، الدكتور محمد فاقين المحلل السياسي اليمني. أشكركم أعزائي المشاهدين وأشكر كل الذين تدخلوا معنا في هذه الشطر الذي خصصناه للشأن اليمني. نعود بعد هذا الفاصل في الشأن العراقي وتنظيم الدولة والتحالف، فابقوا معنا.